بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله الحلقة هذه خاصة بجماعة الباك سيونتيفيك اللي هو مجموعة سيونس ومات وتكنيك باش نصلحوا فيها إكزامان تي بي إكزامان براتيك اللي هو سيسيون 2022 سيكسيون كما قلنا حكينا فيها السيكسيون سيونتيفيك نحي السيكسيون تاع الباك انفو لأنها مش نفس الكور ونفس البرنامج هذاك علاش ان شاء الله باش نعملوا لها سيونسيت وحده تي بي هذا ان شاء الله باش نستعملوا فيه بروغراماسيون بيتون وفي نفس الوقت باش نستعملوا نصنعوا ديزاين انترفاس اللي هي انترفاس صغيره لهنا سهله برشا باش نوريكم كيفاش تستعملوا الكيتي ديزاينر باش تصنعوا الانترفاس هذه وباش نعملوا بروغراماسيون باهي. اول حاجه باش نقروا لينونسي نتاع الاكزامان هذا ديما من الاول في الملاحظه هي بيكتب لك امبورطون ديما في ليزيكزامان لازم تخدم باللي سوليسيون موديلير واضح لي سو بروغرام ولا لي موديل نسموهم ومن بعد الدوسي تصنع دوسي تصنع دوسي لهنا قال لك سي ان دوسي تصنع باك 2022 وتحط فيه لي فيشي نتاعك واضح باش نكونوا واضحين. اول حاجه لي نونسي النومبر اونديلون اش معناها نومبر اونديلون un nombre n est dit ondulant s'il est formé de trois chiffres au minimum. Alors, la phrase est comme un tétragramme et qui est de la forme AB, AB, AB. معناها واحد بواحد فهمتني والملاحظه الهامه لهنا قال لك الA différent de B. عطاك اكزومبل باش يزيد يفسر لك اش معناها nombre ondulant لهنا 1 0 1 شنو يعني ال1 نعملو زيرو ومن بعد يتعاود الشيفر ان واحدة بواحدة واضح لهنا دو سانك دو سانك لهنا سانك سي سانك سي سانك ان سيت ان سيت ان سيت ان هاذوما كلها دي نومبر اوندولون يعني الكونديسيون الاولاني اللي قالهولنا ا ديفيرون دو بي اللي هو ان ديفيرون دو زيرو لهنا دو ديفيرون دو سانك سانك ديفيرون دو سيس ولهنا ان ديفيرون دو سيت هاذيك الكونديسيون اللي فيريفيوهم الاولاني بالكل. من بعد عطيك اكزومبليت نتاع دي نومبر نون اونديلون اللي هو 1 2 3 4 ما فهمنيش ريبيتيسيون لهنا علاش مش نومبر اونديلون مش تعاود لك من الاول 8 0 8 0 من بعد في الاخر تما مشكله لهنا اللي هي في ال 0 8 الاخراني باهي انا شنو باش نعمل قال لك بور فيريفي باش نعملو تيست هل ان ولا تي هذاك انا تيري ان عطاك عليه كونديسيون سي تا نومبر سوبيريور ايكال 100 قال لك وقتاش نقولو هذاك سي تا نومبر اونديلون هو ديجا لهنا قال لك ان سوبيريور ايكال 100 دونك او مينيموم باش يكون 3 شيفر واضح باش نكونوا واضحين هذيك تحلت المشكل سي ان نومبر اونديلو اون قال لك باش نحلوا المشكله هذه باش نعمل اون بروبوز دو كونسيفوار ان انترفاس جرافيك كونتينون لي زيليمون سويفون عطاك لي زيليمون باش تجبدهم انت من كيتي ديزاينر اللي هما ان لابيل كونتينون لو تيكست نومبر اونديلو اللي هي هيك لابيل باش نكتبو فيها ميساج هذاك ولابيل كان يعني ثاني دوموندون لا سيزي دان نومبر اللي هو هذا انتروديوير ان انتي سوبيريور ايكال 100 على سيت ان لابيل زيد وقدام سيتين زون دو سيزي معناها باش نكتبو فيها العدد ومن بعد عندنا بوتون بوتون اللي هو بوش باتن اللي هو باش نعملو له فيريفي يعني كليكي عليه وقت نكليكي عليه باش يعمل اكسيون معين واللابيل لابيل الاخرانية هذه باش تفيشي فيها انت الميساج نتاعك ولا الريزلت نتاعك اللي هي محطوطة لهنا ما تظهرش دي ترافاي دوموندي قال لك كونسيفوار ان انترفاس جرافيك كوم اليستري سي دي سو اي لونجستري دون فوتر دوسي دو ترافاي سو لو نون انترفاس اونديرون يعني باش نصنع اول حاجه الانترفاس هذا ونسموه انترفاس اونديرون سي لا برشا نمشي نلوج على كيتي ديزاينر باش نبدا لكم بالبارتي بالبارتي حتى مش فاهم ان شاء الله نجم يسال ونفسروا له باش تطلع لك الانترفاس هذه نمشي نكيكي على كرييت نبدا نختم على رو اول حاجه باش نجبدها سيتان لابيل اكتب لابيل في الفلتر هذاك وجبد لهنا شنو عطاك قال لك نومبر اونديلون دونك لهنا جيست تكتب فيها نومبر اونديلون واضح ولهنا كان تحب تمشي للتكست لهنا باش تمشي للفلتر باش يظهر لك ال
اكس تاع هو تنجم تكتبو زاده من هنا وحاجتك باش تعمل موديفيكاسيون لانه هو عنده كبير بالتايم تاعو نعملوه ب و سي جراد وقتها باش نجيك بالكبير شوي كيما عملناه حطوها في الزون هي هاوي هذا اون ديلو بي بعد ديك لابيل اخرى باش تجبدها كيف كيف تحطها على طول هنا كيما نكتبوا لهنا والا نمشي لهنا في البلاصه هي انترودوير ان انتي سوبيريور ايغال ا 100 كتبها انترودوير ان انتي سوبيريور ايغال ا 100 نعملو دو بوان لهنا كبر انت في الفينيتر نتاعك تبيع اونغرا لهنا عملها لك باش نمشو نكليكو لهنا نعملو اونغرا وكي تحبو تكبرو حتى شوي اوكي هذا سوبيريور ايغال ا 100 مكتبتهاش دونك مازال ما كبرتش بالباهي هذيك علاش ما ظهرتش باش ما كتبتهاش بي من بعد تجبد زون دو سيزي تكست سامحوني اللي هي تكست ايديت تحطها قدام هذانا هذه الزون اللي باش نكتبو فيها نحنا الاعداد نتاعنا وسميها لانك باش تستعملها في البروغراماسيون باش تمشي لل باش تسمع الاوبجيكت نيم نحو هذي تكست ايديت هذي تسميها مثلا ان ان واضح هذيك الان هي تكست ايديت ب هذيك الاخرى مازالنا البوش باتن بوش باتن نجم دول هنا نكتبو عليه فيريفي سهل برشا كي تحب تزين من بعد كمل زين لهنا نجم دول الانترفاس هكا والفيريفي هذا باش نسمي الاوبجيكت نيم زي ماجسكي باش نستعملها في البروغراماسيون بعد فوالا هذه الانترفاس جيست توا باش نسجلوها في الدوسي دو ترافاي نتاعنا الباك باش نلوج على البيرو شنو اسم الفيشي انترفاس اون ديرو هذا الجرافيك نتاعو ودا عندو سيف بي بالنسبه للنوت كي تحب تعرف نتاع النوت بالنسبه للكونسيبسيون دو لانترفاس انترفاس اون ديرو على 4 بوان دونك شوف قداش قعدنا توا 4 بوان ضمناهم جيست في الكرياسيون تاع الانترفاس Voilà. Mais, question 2. Créer un programme Python et l'enregistrer dans votre dossier de travail sous le nom Nombre on Dylan. Yani, il y a un programme qui est nommé Python. Il y a quelqu'un qui fait chez Stam, nous avons installé Python là. Là, je vais vous montrer comment il fait. Je vais vous montrer un fichier nouveau. On va faire Save As. وتمشي تحطها في الدوسي اللي حاطينه احنا في البيرو اللي هو اسمه باك 2022 وتكتب في بالي موجود تقريبا ميسيج نعاود تيقول لك انريجستري او نصاي كيفاش باش نمشي تا ونمشي للدوسي باك 2022 باش نلقى فيه فيشي انترفاس اهي وال توني اللي الفيشي اللي باش نخدمو عليه البروغراماسيون بي هذا كيستيون ثاني تو قال لك اعمل لي ان بروغرام اسمه نومبر اون دي لون فونكسيون اسمها اون دي لون ان كي بيرمي دو فيريفي سي ان انتي ان اي اون دي لون والا لا بي قبل كل شيء نسينا حاجه لابيل هذه ما عملناهاش الكاتريام لابيل اللي هي فيرد دونك نرجعو للانترفاس كيتي ديزاينر ونعملو لهنا نهبطو شوي ونكتب سيتان لابيل الاخرانية ما زدناهاش سامحوني اللي هي هيك باش نخلوها فارغة لكن لهنا نبدلو لها الاسم نتاعها لوبجي باش نسميها ريزيتا ار واضح ولا لهنا كأنها ما فما حد شيء لكن من بعد لهنا نجمو حتى نكبروها لأني ما ندريش الريزيتا نتاعي كيفاش تكون كبيرة طويلة ولا دونك نخليها كيكة باش الريزيتا تظهر واضح بي تو قال لك اعمل لي فونكسيون اون ديرون كي بيرمي دو فيريفي سي ان انتي ان اي اون ديرون او نو
شوفوا البارين هنا اذا تحل كلاد كرياسيون لو ريجسترمون تاع البروغرام هذا على 1 بوان دونك شفت ما عملنا حتى شيء 5 بوان قال لك الفونكسيون اون ديلو على قداش على 6 بوان كان تخدم تعمل تاخذ 6 بوان تاعك باهي تو نخرجوا ونتعدوا للبروغرام تاعنا كيفاش نصنع فونكسيون باش نكتب ديف اسمها الفونكسيون شنو قالنا هون الفونكسيون اسمها اونديون اللي هي ديف اونديون دو بوان هذه هي الفونكسيون تاعنا كيفاش باش لونتيت نتاعها هذه هي ديف باش تصنع فونكسيون ولا بروسيدي اونديون وتحط البارامتر نتاعك اللي باش تستعملها باهي باهي لهنا شنو باش نعملو نحنا كالعادة قلنا هاي الميثود باش نخدمو بها أول حاجة باش نتستي أنو الأ ديفيرون دو بي دونك الكاركتير الأولاني لازمو ديفيرون الثاني وقتها باش نتستو إذا لقيت الأ إيكال أن يعني الأ الأولاني إيكال الثاني وقتها نقولو أوتوماتيك ني با أون ديرون دونك لهنا الميثود نتاعي بالنسبة لي أنا باش نستعمل الأن باش نحولو لشين دو كاركتير ونحطو في في شين نسميها فاريابل باش نسميه هنا سياش باش نسهل الخدمة جيست معناها ما نعرفش عليك أنت تنجم تستعمل ميثود أخرى لو عادي تمش حتى إشكال بي من بعد حولت الأن نتاعي شين دو كاركتير نرجع لهنا شنو باش نعمل باش نقارن لوليني مع فيه إيف سي هاش دي زيرو إيكال إيكال سي هاش دو أن باش نرتوني أوتوماتيك فولز دو بوان ريتيرن فولز واضح ولا؟ إيلز باش نبدا نخدم خدمة علاش عملت هيك؟ تو كي أنت لوليني إيكال الثاني أوتوماتيك ني با أون دي نون دونك ريتورني فولز سينو وقت لوليني ديفيرون دو ثاني وقتها باش نبدا نتست شنو باش نتست الطريقة نتاعي شنو باش نعمل كل واحد وطريقته بالطبيعة باش نشد ممكن تنجم تكون طويلة ولا حاجة اما انا حاولت نسهل يعني الميثود هذي راك تنجم تلقى برشا ميثودات شنو باش نعمل باش ناخو لي لي كاركتير لانديس نتاعهم بير يعني نحط البينت باش تفهموني اكثر نفترض هذا السي هاش نتاعي فيه واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد لي زانديس نتاع كل كاركتير تبدا من الزيرو بالطبيعة شنو باش نعمل؟ احنا ما لازمنا باش نقارن الواحد هذا مع هذا والواحد هذا مع هذا وهذا فهمتني لانه يتعاود مرة بمرة باش نقارن الكاركتير لانديس نتاعو زيرو مع الكاركتير لانديس نتاعو دو والانديس نتاعو دو لا مش كيفاش نقارن بين واحد بواحد مي باش نهز نحط في شين جديدة لي كاركتير اللي انديس نتاعهم بير وحدهم واللي انديس نتاعهم امبير واحد دونك لهنا شنو باش يجيني الانديس نتاعهم بير هي 0 2 4 اي 6 دونك قداش عندي واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة باش تجيني الشين الأولانية فيها 4 أن والشين الثانية فيها لي زانديس نتاعهم أمبير اللي هي أن 3 5 اي 7 عندي 2 معاودة 4 مرات وشنو باش نعمل طلعت كيف هكا توا نبدا نعمل تيست فونكسيون تيست التستيلي انه الشين فيه كاركتير واحد ديفيرون لهنا كي تستعمل كل باش نلقاهم كيف كيف وهذا كيف كيف دونك نرجع غري لنفترض ولا ولقيت لهنا ناخذ اكزومبل اخر مثلا السي هاش نتاعي ايكال واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين من بعد نجي نعمل الكات لي زانديس نتاعنا كالعادة ما يتبدلوش لي زانديس نتاعهم زوجي يعني بير 0 2 4 6 دونك الشين نتاعي الاولى 1 1 1 4 والاخرى باش يجي فيها 1 3 و 5 اللي تجي فيها 2 2 2
هذا بالنسبة لهذا ما فيش حتى شيء مختلف، هذا باش نقارن هذا بهذا نقام كيف، هذا بهذا نقام كيف، هذا بهذا نقام في روندون نخرج لك فوق، واضح البرانسيب شنو باش نعمل بالضبط. هذا الميثود نتاعي بالطبيعة، كل واحد يخدم الميثود نتاعو، ما كان حتى إشكالية. شنو أنا نديكلاري سي هاش أن أ إنسياليزي أبيت، سي هاش دو باش نحط فيه الشين مثلا باش نسميه سي هاش بير سي هاش أمبير، هذا بين، ومن بعد نبدا نباركوري الشين نتاعي فور إي. الـ E هو الكونتور متاع الفور، باش نفركوري بيه سي هاش فور E in range أبارتير من الزيرو ذرقير لين سي هاش. بالطبيعة هي باش تنحيلي موانزان، دونك لين سي هاش موانزان. شنو باش تعمل؟ كاين لانديس بير إيف إي مود دو إيكال إيكال زيرو، يعني لانديس نتاع الكاركتير بير كيما شنو، نرجع لك البينت تو تفهمو، لانديس بير يعني زيرو دو، نهز نحطو في سي هاش أن الكاركتير هذاك. دونك شنو باش نعمل؟ سي هاش أن إيكال سي هاش أن بلوس سي هاش دو else de point ch2 ah ch1 chp on dit ch ampère égal ch i plus ch2 i صاي توا عملت الميثود جمعتهم توا مع بعض ناوي كل حصلت على ch1 و ch2 توا شنو مازال لي باش نتستي ch1 كله هذا انا في شو كاركتير مختلف وهذاك كيف كيف. دونك شنو نعمل؟ نرجع اول حاجه نخرج من البوكل الفور، وباش نتستي نعمل اوكي مثلا ايجال فاريابل هذا الريزلت نتاعي باش تحصل ترو. نفترضوا انه الشين نتاعي مريجل سي تاع نومبر اون دي لون، ومن بعد باش نكتب نتستي الشين الاولانيه اللي هي سي اتش بي، باش نعمل كونتور اي إيجال زيرو كونتور باش نباركوري به الشين لولين. الشين لولين هو لهنا في الإكزومبل بي وايل أوكي إيجال ترو وقت اللي هي مازالت ترو، أند الإي أنفاريير ألين سي هاش دو بي موانزا سي هاش بي لونغير تاع الشين هذاك موانزا، مازلت نزيد نقلت دو بوان بي. اول حاجه شنو باش نعمل؟ باش نقارن لهنا نعملوها موان دو، معليش لان باش نقارن بالبيس ان، باش نقارن هذا مع هذا مع اللي قدامه. دونك ديما نقصو، احنا في العاده نقصو واحد، نكتب سي هاش بي دو اي وقت اللي ديفيرون دو سي هاش دو سي هاش بي دو اي بلس ان. هذيك علاش لان دو اي بلس ان علاش كي نفترضوا لهنا اخر كاركتير باش يوصل للموانزا، ما فهميش على بعد الموانزا دونك خرج كرار دونك لهنا اف وقت اللي ديفيرون احنا مشنا لازمنا نلقاهم كل كيف كيف. دونك الاوكي باش تولي لي فولز صاي وقت هنخرجوا من البوك هذاك علاش حاطط ترو لهنا وقت اللي ترون اصلا. وشنو من بعد اي ايجال اي بلس ان ايجال اي بلس ان
ليه نفس العملية هذه باش نعاودوها مع الشين اللي بعده. بالطبيعة هذه ما نلمسوهاش، ما نعاودوش نسياليزوها الأوكي من الأولى، باش نكملو على الأوكي إيه. إي لازم حتى تستعمل جي سيج أوكي، وقت اللي هي أوكي إيكال ترو، يعني خرجت من الشين الأولاني أوكي إيكال ترو أند جي نتاعي مازلت سي هاش باش نتستي سي هاش تاع الأمبير موان دو كيف كيف. لهنا باش نقارن سي هاش في كيف كيف هذا الكل سي هاش دو اي سامحوني اللي تبدل هذه سي هاش دو اي والجي جي هي نبدل نبدلها وهذه جي. وقت اللي لهنا صاي كملنا نقول له نشوف نحن وين تو انس هكا من بعد ريتيرن الاوكي نتاعنا. الاوكي هي فيها ريزلت، هذه هي الخدمة صاي كونفرنسيك. باش نجرب نشوفها تخدم لي الخدمة هذه ولا باش نثبتو فيها نحنا. بطبيعة انت ديما الخدمة حاول تثبت فيها كي تجي تخدم. باش نعمل في البروغرام برانسيبال، هذا بروغرام عملت ديز يعني ستان كومنتير. باش نعمل برانت فونكسيون سميتها اونديلو باش نعيط لها ونعطيها مثلا عدد 1 5 1. فوالا نشوف ليكزيكسيون شنو باش تعطي. عطيتني ترو نريكل يعني لهنا نفترض عطيتها خلينا نشوفوا الاعداد اللي عطيهم لنا هما في الاكزامبل. وين 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 ترو نعطو اكزامبل نتاع 2 5 2 5 ولا هاك نحي هاك ونجرب نعاد ترو نعطي توا كات لهنا يعني كومبرسيف يعطيك فولز. او لهنا مشكل اعطانا ترو دونك فما مشكل. غادي نعاود لا فما مشكل ليكسيون دونك شنو هو المشكل نفترض ان هنا نحب نثبت في فور اي في هاش. ليه نشوف لهنا برنت سي هاش دو اي باش نعرف الغلطة وين بالضبط صارت لازم نتبع.
أنا أربعة 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 واحد ممكن أمسك من دي يعني دي الشين بتاعي تخد من رجلي من ده من ده واي من ده مش نعرفش إذا هنا نحب نشوف البرنت أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوف هنا تنقل أنا مش عمال أحسن حاجة غلطة صغيرة سرير ويجيب مشكلة لنا في حاجة صغيرة سيناها أركز نيش تهمور ولت خدمة غلط دعوت لها خدمة أمريكا جيستك لينجاليتي ب توايد الفونكسيون تاعنا تحت أمور أمريكا ب هذه الفونكسيون تشوف هنا الفونكسيون هذه على 6 بوان قالك اجوتي لي انستركسيون تاعو بعد خدام لو نومبر اونديرون كاتريام كاستيون دون لو بروغرام نومبر اونديرون اجوتي لي انستركسيون بيرميتون دابري لانترفاس جرافيك انتيتيلي انترفاس اونديرون اكسبلواتور انيكس دونك هنا باش تجبد ايوا كل شيء يعطيهولك تمشي البروغرام توني تحط قبل هنا هذيك من بعد تمشي تجبد هذي تكتب البروغرام برانسيبال هنا اللودينغ لهنا الانترفاس نتاعك شنو اسمها اللي هي هذي دونك باش تلودها تبدل الانترفاس هذا واضحة الحكاية ولهنا البوطون اسم البوطون تاعك باش سميناه احنا في الانترفاس ذي في ذي ذي وينو تسميه ذي ماجسكي كي تكونيكت نو تاع الموديل باش تعيط له احنا اش قالنا قبل يعني ديفلوبي ان موديل بلاي هذا وقتها باش تكزيكيتي الفيريفي تكليك على الفيريفي تعمل كليك على الفيريفي باش تعيط للموديل بلاي هذا على قديش الانترفاس هذا او لابي اجو دي انستركسيون دو الانترفاس انترفاس اود ديلون دي موديل بلاي موديل بلاي يعني انت توا دو بوان اخرى تو جيست باش تخدم الموديل بلاي مثلا موديل بلاي اللي هو شنو كي زيكزيكيت سويت ان كليك سي لو بوتون فيريفي بيرمتون دو ريكوبيري لونتي ان باش تاخذ لونتي ان هذا سيزي اللي باش ندخلو انت عن طريق الزون سيزي هذا
Vous pouvez exploiter la fonction dedans afin d'afficher le message adéquat via le label les R, résultat de l'affichage interface avec. Donc, je vais simplement play. نكتب هنا الفونكسيون تاعي جديدة def play نعمل دو بوان شنو لهنا باش ناخو الفالور نتاع أول حاجة باش ناخو الفالور نتاع الزون دو تكست نتاعي اللي هي هيدي كيفاش ناخو الفالور نتاعها سمينا الويندوز نتاع سمينا ويندوز دونك نجيب كوبي ولهنا نعمل بوان اسم الفاريابل اللي سميناها هنا في الفنيتر الزون دو تكست هذا سميناه ان دونك باش نستعمل ان بوان تكست هذيا باش نحطوها في فاريابل باش نسمي هنا مثلا اكس ايجار باش نحاولو رونتي فوالا باش نعملو الكونفيرسيون لونتي بعد لا نحاولو لونتي شنو هنا عندنا لي زانترفاس نتاعنا عطيك قالك كي تكتب عدد اقل من 100 يحشيك ميساج هذا دونك باش نتستي اف اكس انفيريور ا 100 دو بوان شنو باش نعمل باش نمشي داك اللابيل اللي سميناه نحنا اش سميناه نحنا في الانترفاس اللي هي هذه سميناها R ماجسكي R طبعا بالطبيعة ويندوز اسمه اذا كمان انا سوشو R set text نحطو لهنا التكست نتاعنا شنو التكست ديالك كفيش زي انتردير النمبر سيبير اكتر هي الاولاني ليه هذا وقت اللي يكون هو اصغر إلز لو في الحالة الثانية كي ضلت أكثر نمشي نعيط الفونكسيون أوني لون إلز باش نعيط الفونكسيون اللي مسميها نديرو ان باش نحط مثلا نسمي فاريابل تيست ايجال اونديرون دو الفالور دو اكس باش نشوف كاين اف اف تيست إيجال إيجال ترو باش نعملو لافيشاج نتاع الميساج هذا اللي هو ويندوز كالعادة اللي هو STR X بلس et on dérange.
كنمسي كي كنغلطناش في حاجة نعمل إكزيكسيون بي لهنا باش نحط مثلا كيما عمل اللي هو 27 فيريفي أما مشكلة هنا شنو قالك كمان الديكسيون كما واش تقريبا غلطت في حاجة اللي هي في الانترفاس هذي شنو الكومبوزون تكست ودي لاين اديت دونك غلطت لاين اديت مش تكست اديت هذي نظام تكست ودي بي هنا باش نسميها ان كيما عملنا نجي نستعمل كلام بي حط عدد رقم المعلومية باهي هنا شفت شا عملت رجعت لهنا وانا بدلناها هذيك لاين ايديت كانت غلطة مش تكست ايديت نغلط نسيت باش نسج المشكلة في لونجيسترمون صح ليكسيون تو باش نعملو ليكسيون نعمل مثلا 5 يقول لك لي انتر دي رانوب سفر ريغريسون فما مثلا واحد اثنين واحد يقول لك 121 اونديرو واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين اي اونديرو نعم مثلا واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة اي اونديرو اون برانسيب هذا الاكزامان صاي امور بيكا مش صعيب انا جيت تركز امورك حول الحساب وكان عنده كيستيونات نجموا في لي كومونتير تعملوا كومونتير ان شاء الله تنجوك حتى كان تحبوا نعمل لكم دي كوريكسيون تاع اكزامان فين حطوا لي لينونسي ولا اي اكزرسيس تحبوا عليه هنا نصلحوا لكم ان شاء الله في حلقه اخرى في الشين يوتيوب نتاعي كما قلت لكم ما تنسوش تدخلوا الشين يوتيوب لوجوا على شين اسمها ذير باك تطلع لكم الشين في البرفر الشديدي فيها دي فيديو الكل خاصين بالبايك والليز اكزامان والكوريكسيون والحكاية تاريت الكل مشكورين ان شاء الله وأي واحد عنده استفسار أي حاجة ينجم يسأل مرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.